لعب وقلت له وحي وانا احمل دبة في مرادات وقلت له اشكري لي سمعت الرصاصة وقلت له شفت قلب مقطوعة وقعته عليه وشحفته وش لقى مسلي سلي ابقى لعب الدكتور ومشي وانا رجعت وحده واحد في ساعة البيت وهم قاوا انا عم الطفلة رويدة صالح اللي تعرضت امس لوقعة قنص اثناء في النزول الى الشارع. كانت طبعا هي واخوها يجيبوا ما من الشارع سبيل. بعد اثناء عودتهم البنت طبعا كانت تسحب الدبة وعايدة باتجاه البيت، فجأة تعرضت للطلقة من جهة الحرين، الجهة اللي تمركز فيها الحوثيين، تمام، للشارع شارع الأربعين اللي بمنطقة الروضة. طبعا الطفل أصيب بالرعب، هرب مسافة وبعد رجع على طول يسحب أخته. طبعا كان الموقف يعني مؤلم للغاية، لأنه ما في إلا هو هي بالشارع. واحد من طبعا من الاقارب شافهم، ما جذبش قرب للمكان، مكان الواقعه، خلي الطفل سحبه لعنده على طول قام باسعافه. طبعا ما ذنب الطفل هذه، ما ذنب الطفل الرويده اللي عمره 7 سنوات، اني تعرض، هل كانت حامله دبابه رشاش، هل كانت لابسه ميلي، هل كانت كذا، ما اعتقد. هذا اجرام لا غير منقطع النظير. طبعا منظمة ما حدث يوم امس من قنص طفلة الماء رويدة صالح أثارت حفيظة جميع الناشطين والصحفيين في عموم الجمهورية. قنص الطفلة في شيء يأتي بالذهول لإجرام هذه الماليشيات ضد أطفال تعز. نحن نتحدث عن قنص ما يقارب من 44 طفل في 2019، وما يقارب من 100 طفل تم قتلهم عبر الاستهداف المباشر بالقذائف. هناك تغيب تام لحقوق أطفال تعز، لم نجد اليونسف تتحدث عما يحدث، لم نجد المنظمات الداخلية والخارجية تقوم برصد ما تقوم به ميليشيا الحوثي من إجرام في هذه المحافظة. كذلك نتحدث أنه لو كان حدث مثل هذه الجرائم في المناطق المسيطرة من قبل ميليشيا الحوثي، لوجدنا أن غرفت سيصل إلى مطار صنعاء كأول متضامن أو كأول شخص يتم تضامنه مع ضحايا الطرف الآخر. لذلك نتمنى أن يتم من المنظمة الحقوقية من اليونسف أن تنزل إلى تعز وترصد كل ما يحدث من جرائم من قبل ميليشيا الحوثي الحاصلة منذ 6 سنوات. هذا المرافق اللي يقول هذه في الواحد في مرافق الشيخ قلنا عليها يا رب العالمين. خلاص.